مشاهدينا بنرحب بيكم، حلقة جديدة وسر المهنة. سر مهنتنا النهاردة يتلخص في مادة المجال الصناعي اللي ما زلنا بنستكمل سلسلة حلقات خاصة بهذه المادة تحديدا، ويمكن هنتكلم على تصنيع منتجات خشبية من بقايا الأخشاب. كل منا لديه في بيته مجموعة أشياء من الأخشاب أو منتجات بشكل عام ممكن يعاد تدويرها مرة تانية وتستغل في عمل منتجات خشبية تصلح لأغراض منزلية أو لأغراض البيئة في احتياجها. كل المعلومات الخاصة بعنوان حلقتنا تصنيع منتجات خشبية من بقايا الأخشاب يحدثنا عنها أستاذ أحمد أبو ضيف، موجه عام مجال صناعي بمحافظة سوهاج. أهلا بك يا فندم معانا. أهلا وسهلا يا أهلا فندم. بحضرتك. أهلا وسهلا بك يا فندم. أنا يمكن قلت إن كلنا عندنا منتجات أو بقايا أخشاب مش عارفين نعمل بيها إيه، ولكن أكيد في مجال المدارس الطلبة ممكن تجيب جزئية معينة ما بتستغلهاش، حاجة عندها في البيت وتحب تعمل بيها منتج، هل بتساعدوهم أو دي ضمن دراسة في مادة المجال الصناعي؟ والله هو احنا العنصر الاساسي في مادة المجال الصناعي اكساب مهارة للطالب على اساس ان هو يستفيد بمهنة المجال الصناعي او باي معلومة يستفيد بها من المجال الصناعي على اساس ينمي موهبته في الحياة العملية في البيت. فمن ضمن الموهبة دي النجارة، ومن ضمن النجارة بعض الرواقد الخشبية اللي بتكون موجودة في المدارس او في المنازل. فاحنا المفروض ندي معلومة كافية للطالب ان هو بحيث ان هو يستغل المجال الصناعي ويستغل المهنة اللي هو او الخبرة او المهارة اللي هو استفاد بها من المدرسة في إعادة تصنيع بعض البقايا الأخشاب المتواجدة في المنازل او الرواقد الخشبية، لو مثلا زي كرسي حمام، زي كنبة، زي طبلية، زي سرير، اي حاجة مثلا فيها اعطال في البيت بسيطة هو ممكن يعالجها بحكم ان هو ايه خد ممارسة وخد دي خبرة. كأعطال ممكن يعالجها يعني يصلحها بمعنى أصح، لكن لو في بالظبط حاجة كده. خلاص ما تصلحش ما تصلحش ممكن يعيد تصليحها مرة تاني، بمعنى بمعنى ان هو مثلا ياخد اجزاء الخشب اللي هي باظت دي وخلاص، بدل ما هو يرميها ممكن يعيد تصنيعها تاني على احجام صغيرة. يعني لو هو عنده مثلا ياخد الجزئية اللي هي السليمة فيها بقى. السليمة، بالظبط ياخد الاجزاء السليمة ويعيد تصنيعها في اجزاء مفيدة صغيرة، زي مثلا لو هو عنده طبلية اكل كبيرة وباظت ممكن ياخد منها الاجزاء السليمة يعمل منها كرسي حمام، يعمل منها رف معلق، يعمل منها وراقة مثلا يستفيد بيها، ممكن يعملها منها ايه اي حاجات يستفيد بيها في البيت. أنا شايفة بصراحة أدوات قدامنا دي الأدوات المستخدمة تحديدا في مادة المجال الصناعي، دي من بعض الأدوات المستخدمة، مش لكن كل مش كل الأدوات، الأدوات. لا مش كل الأدوات، دي بعض الأدوات المستخدمة عبارة عن شاكوش وعبارة عن متر للمقاس، وده اللي هو الأزميل، ودي الكماشة، دي بعض الأدوات اللي بتستخدم في المجال الصناعي لتنفيذ بعض العمليات البسيطة. قدامنا أكثر من فكرة، أعتقد دي أفكار طلبة ولا أفكار حضرتك في المجال والله الصناعي هو كمعلم متخصص؟ والله بالنسبة للأفكار دايما بيكون الأفكار مشاركة بين الطلبة اللي هم موهوبين والشطار وبين المعلم المجال الصناعي، فكل من واحد بيعرض فكرته بنجمع الأفكار على اقتراح يكون مميز. زي ما حضرتك شايفة يعني ده عبارة عن ماكيت صغير، المكتب، وده كرسي، وده عبارة عن مكتب له درج. دي جزئية بسيطة اللي بيها ان احنا ممكن يعني نوحي لأي واحد يشوف المنظر ان احنا ممكن ننفذ مكتب بنفس الصورة بس على حجم اكبر. تمام. فده احنا على قدر امكانيات تعليم الطالب، يعني انا بعلم الطالب المكتب بيتركب من ايه، بيتركب من جزئين اجناب والجرصة العلوية، وعنده درج، والكرسي كذلك برضه بيتركب من جلسة ومن جنبين ومن ظهر. فبس مجرد بس الطالب معرف التركيبة ده ممكن بعد كده يفهم ان هو الكرسي بيتصمم من ايه، المكتب بيتصمم من ايه، وشكل المكتب ازاي، والخامات المستخدمة في المكتب دي طبعا خامات مصنعة عبارة عن كونتر خامات مصنعة، ودي نظام اكسسوارات يعني بعملية ايه استخدامها في تكملة العمل يعني. تمام. دي بقايا أخشاب كانت متواجدة عند طلبة في البيت ولا دي لا المدرسة في اللي المدرسة بتوفرها؟ دي، لا دي في المدرسة دي بعض ال يعني ديسكات مثلا مش محتاجينها؟ دي حاجات موجودة في المدرسة نفسها، بواقي يعني أشغال تم تصنيعها في المدرسة، ودي البواقي على أساس طب إن دي احنا خدت نستفيد وقت بيها. قد إيه من الطلبة؟ دي عمل طالب بمفرده ولا مجموعة من لا الطلبة؟ هو غالبا بيكون احنا بنعمل في بداية كل عام بنقسم الفصل إلى مجموعات عمل،
مجموعات العمل دي بتكون ايه، كل مجموعة مع بعض، والمجموعة ليها حصة مثلا بتنفذها عمل ونظري، بياخدوا النظري مع المعلم وبياخدوا العملي في ايه زي ورشة عمل مع بعض، بحيث ان انت تستفيد بالطالب الماهر والطالب البليد يتعلم من الطالب الماهر، والطلبة تتعلم من بعضها مع مساعدة المعلم طبعا. تمام. انا شايفه كمان في تليفون ومتوصل له سلك والله دي فكرة، يعني جات فكرة ابتكارية جات من عمل تليفون من نظام التليفونات القديمة خالص يعني، ولذلك التليفون حتى وصلنا له سلك وشغلناه وجربناه بالفعل، يعني حطينا له سماعة وتوصل بالتليفون بالفعل يعني، وجربناه واشتغل. نظام التليفون ان هو بيتركب من المقبض، وشكل طبعا ايه تراس، وده الحامل وده القاعدة بتاعت التليفون دي، برضو كل ده من بواقي الأخشاب، وشكل القرص، بس القرص للأسف ما شغالش طبعا لأنه هو إيه ما غير منظم موضوع القرص، ولكن السماعة شغالة والسلك شغال، احنا لو وصلنا له توصيلة الحرارة على كده هيشتغل على طول، وفعلا احنا جربناه واشتغل بنفس الإيه الوضع اللي حضرتك شايفاه ده. تمام. يعني احكي لنا دي خطواته ايه، خطوات تنفيذه ايه، والله في البداية دي كانت فكرة، يعني في البداية كانت فكرة وبعدين واخد شكل التليفون الشكل الرائع اللي اعتدنا عليه من شكل زمان، صحيح، بالظبط اللي الشكل بدأ يندثر شوية بشوية. بالظبط الشكل هو الايام عبارة عن اللي تحفة فنية يعني. بالظبط هي عبارة عن تحفة فنية، بس احنا كان الاول كانت الفكرة ان احنا نعمل حامل تليفون، وطورنا الفكرة الى ان احنا نعمل التليفون نفسه بس، فصممناه على هذا الشكل على اساس يعني ما ينسيناش شكل التليفون اللي هو ايه من العصر القديم طبعا، ده دي حاجة تذكرنا يعني بالماضي وتذكرنا بايه بالايام الزمانية، لان حاليا انقرض التليفون ده مش موجود خالص صحيح حاليا، صحيح. بس فده بذكرنا يعني بتصميم التليفون العهد القديم طيب ده. يعني تقطيع الأخشاب بالشكل ده، وأنا شايفة كمان الاستامبة أو السيركل بتاع التليفون نفسه، دي بتتعمل إزاي؟ يعني حاجات دقيقة شوية، والله هو بعض يعني الحاجات اللي اللي هو زي دي قرص التليفون ده نفسه يعني دي عبارة عن حتة كونتر، حتة خشب فضل تكونتر من بقايا الأخشاب، ودي احنا يعني برضو بقايا فضل أخشاب، تمام. احنا عايزين نقرب. فضل أخشاب دي كده ايه، دي بقايا برضو فضل أخشاب، بس احنا بننفذها على اساس تديني نفس الهدف اللي انا عايزاه، برضو ده اصلا مش مخروطة، دي بقايا جزء مخروط فضل من الموجود، انما الجزئية دي طبعا احنا عملناها مخصوص حفر على الايد عشان تديني نفس الشكل اللي حضرتك شايفاه ده، يعني دي عبارة عن اشكال احنا حورناها، كانت معمولة لغرض تاني ومن البقايا الاخشاب، واحنا حولناها واستخدمناها على اساس تديني نفس الغرض ده. تمام. التليفون ده يعني تليفون ممكن يستخدم في منزل طبعا بعد الطلاء الأخير الخاص بيه، أكيد هيطلى في الآخر بلون الخشب، ولا هو والله هو المفروض يتدهن ويستخدم، بس احنا طبعا ما بنودوش المنزل لانه هو اصلا عهدة تبع مدرسة، تمام. فهو احنا علمنا عليه الطلبة، وعبارة عن ايه زي تحفة فنية موجودة في المجال الصناعي، فرشة المجال الصناعي تمام. لكن الخشب المستخدم في التليفون ده خشب إيه؟ من بواقي الاخشاب الموجودة في الورشة، عبارة عن اخشاب خشب ابيض، وده كونتر، بواقي خشب كونتر، ودي عبارة عن حليات برضو ايه لتجميل الشكل، لكن هو كله يعتبر من بواقي الاخشاب الموجودة في الورشة. تمام. انا شايفة كمان شكل قدامنا، بس مش عارفة ده ايه، نستعرضه هو مع ده بعض. عبارة عن جزئية بسيطة دي اسمها وراقة، الوراقة دي برضو مصنوعة من بقايا الاخشاب، عبارة عن جزئين خشب تخانة بوصة في 12 سنتي، وواخد 3 قطع ابلكاش مختلف المقاسات، طبعا اللي من ورا دي اكبر من اللي قدامها في النص، واللي من قدام صغيرة خالص، دي بتستخدم جنب المعلم وهو قاعد او طالب بيذاكر، بتتحط جنبه في جنب المكتب، بيتحط فيه ايه كحفظ للاوراق مثلا او اي حاجات خاصة بالطالب، عبارة عن وراقة برضو دي احنا الهدف منها ايه ان احنا بنستغل بقايا الاخشاب الموجودة بالورشة بس، فدي منتجة مش من منتج من اصلا من اخشاب صحيحة، لا دي منتجة من بقايا الاخشاب اللي هي ايه زايدة من الشغل، ولذلك ايه بيها ان احنا عشان نستفيد منها برضو. تمام. ده ايه؟ دي اتفضل. عبارة عن تحفة، هي يعني الغرض منها عبارة عن حامل تليفون،
يعني هنا معمول على قدر حجم التليفون المحمول، فبيتحط هنا حامل التليفون وهي حامل تليفون، بيتحط له مسمار في الحيط، عبارة عن شكل جمالي، عبارة عن تحفة فنية، وفي نفس الوقت أنا بستغلها حامل تليفون، وهي في الأصل أصلا برضو من بقايا الأخشاب اللي هي إيه يعني إعادة تصنيعها من تاني، لأن بعض المدارس وبعض المنازل فيها طبعا رواكد خشبية كتير، ما يعني في للأسف يعني إيه بعض الناس بتهملها يعني ما بتستفيدهاش. صحيح. فاحنا بنحاول، احنا بننصح الطلاب ان هم سواء في المدرسة او في البيت يعيدوا تصنيع بقايا الأخشاب دي تاني، اللي عشان يستفيد بيها في اي حاجات لأغراض منزلية، او في المدرسة مثلا نعيد تصنيعها برضو في اشكال هندسية زي كده، او اشكال مفيدة للمدرسة او مفيدة للبيت. تمام. انا كمان يعني احب اعرف، هل المنتجات دي او الافكار اللي احنا شايفينها امامنا دي افكار طلبة ولا بمساعدة حضرتك مع الطلبة، ولا هم ممكن يدخلوا على النت يجيبوا افكار وتنفذوها، والله هو ولا الافكار دي موجودة في الكتاب المدرسي؟ والله الكتاب المدرسي اصلا مرتبط بمنهج، فانا ايه يعني بدور دايما وابدا بلتزم بالمنهج، ولكن بجانب المنهج انا لازم اخذ راي الطلبه، ولازم انا اخذ رايي، وبنتناقش ونتفق في الاخر في النهايه على منتج معين ننفذ عليه الحصه ونبدا نصمم المنتج بدون تقييد، يعني بالايه براي المدرس او براي الطالب، يعني ممكن راي الطالب يجي اصوب، فانا بننفذ راي الطالب عادي لو كانت ايه في مصلحه العمل وفي تمام. مصلحه الدراسه. البنات او الولاد بيختاروا مادة المجال الصناعي، يعني هل دور المعلم دايما بيكون كبير جدا ان هو يبين لهم المادة، ايه اللي بيتم تدريسه داخل المادة، هل بعد دراسته المادة هيتعلم ايه، هل ده دوركم بتعملوه في بداية العام الدراسي، بالظبط ولا الطالب بيعرف ده من خلال السنوات السابقة بالنسبة له في المدرسة للطلبة عموما؟ لا هو فعلا زي ما حضرتك تفضلتي، ان هو فعلا احنا لازم في بداية العام الدراسي بنشرح للفصل كله ايه مميزات المجال الصناعي، ويعني ايه المجال الصناعي، هيبدأ الطالب يسترجع معلوماته ويفهم ايه اللي هو عايزه من المجال الصناعي، وعشان كده بيختار المجال الصناعي، لأن مادة المجال الصناعي مادة اختيارية، فممكن الطالب يختارها وممكن ما يختارهاش، فمهمة المعلم المجال الصناعي انه يحبب الطالب في مادة المجال الصناعي على أساس ان الطالب يختار المجال الصناعي وفي نفس الوقت يستفيد منه في المستقبل ويستفيد منه في حياته العملية. تمام. هل الطالب بشكل عام بيحب ان هو ينفذ المنتجات دي خارج المدرسه، يعني لما يعمل ماكت لكرسي او ماكت لمكتب ما او لتليفون، هل من كتر حبه ومشاركته في العمل ده بيحب بره ينفذ الاشياء دي خاصه بيه وبيرجع لحضراتكم تاني؟ هو فعلا حضرتك لما يعني في بعض الطلبة عندها ميول وعندها موهبة ما بتكتشفهاش إلا لما تشتغل مع المعلم في المجال الصناعي في المدرسة. وكمان المعلم دور في اكتشاف الموهبة الموجودة عند الطالب، بالضبط ان هو كده، هو يحفزه ويخرج كل ما لديه من طاقات. بالضبط هو مجرد بس ما طالب تفاعل مع المعلم واكتشف ان هو عنده موهبة او عنده ميول للنجارة او عنده ميول للكهرباء، هيبدأ في البيت يتعامل في اي حاجات في البيت، زي مثلا في الكهرباء، زي في النجارة، زي في السباكة، بكده هو هيستفيد من مادة المجال الصناعي ان هو اكتشف موهبة عنده واستفيد منها. تمام. أستاذ أحمد، هستأذن حضرتك ونخرج فاصل قصير ونرجع تفضل نستكمل يا حوارنا، فندم. ولكن بعد تفضل. الفاصل. شكرا يا فندم. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، ولا زلنا معاكم مسير المهنة. مرة تانية برحب بضيفي أستاذ أحمد أبو ضيف، مواجه عام مجال صناعي بمحافظة سوهاج. أهلا بك يا فندم مرة أهلا تانية. وسهلا يا فندم. أهلا أهلا بحضرتك وسهلا. أستاذ أحمد. دي يمكن شفنا فاصل مجموعة من الديكورات المختلفة المودرن وأشكالها المتعددة، هل الطالب، أنا عارفة إن دي مادة في التعليم العام، لكن هل هي ممكن لو هواية معاه ممكن يفكر إنه يعمل مشروع خاص بيه؟ هي فعلا يعني مادة المجال الصناعي بتحيي بعض الأفكار والموهبة عند الطالب، وفي نفس الوقت الطالب ممكن يبدأ منها حياته، يتعلم منها مهنة اللي بيها بعد كده ممكن يفتح أي مشروع، بس بداية الفكرة لازم ان هو اكتشف موهبة، عنده ميول للنجارة يفتح ورشة، عنده ميول للكهرباء يشتغل في الكهرباء، عنده ميول للسباكة يشتغل في السباكة، فبتكون بداية حياة ان هو تستفيد بيها، بس بتكون البداية من اكتشاف الموهبة من المجال الصناعي. تمام. انا يعني ليا سؤال عند حضرتك خاص، مثلا يعني ان ممكن ما يكونش طالب ويكون حابب يعمل مشروع بشكل مهني، هل المشروع ممكن يبقى تكلفته قد ايه، هل محتاج ان الانسان يكون لديه صفات معينة؟
والله هو أهم حاجة في المشروع إنه يكون عندك يعني معلومة بسيطة عن المشروع أو عندك خبرة عن المشروع، لكن اللي هو ما عندوش ميول ولا عندوش خبرة مش هيعرف يعمل مشروع ولا ينجح المشروع، ولكن لما يكون عنده ميول ولو عنده خبرة ولو بسيط ممكن ينمي نفسه بعد كده من المهنة اللي عنده أو من الخبرة أو من الميول اللي عنده. عنده ميول أخشاب مثلا، عن نجارة، عنده ميول بحب النجارة، ممكن لو بدأ هيتعلم مع نفسه يبدأ يعمل مشروع، لكن لو ما عندوش ميول مستحيل طبعا هيقدر إيه يعمل حاجة من غير ما يكون عنده ميول ليه. التكلفة حوالي قد ايه والله لو بالنسبة بدأ للتكلفة، بمشروع بسيط؟ والله بالنسبة للتكلفة أي مشروع ممكن يبدأ على قدر إمكانياته المادية، يعني حسب إمكانياته المادية. أبسط شيء إن هو يشتري عدة بدائية يدوية يبدأ يشتغل بيها أشغال بسيطة، وكل ما كان عنده رأس مال أكتر كل ما كبر المشروع أكتر حسب رأس المال. المهنة دي بتحتاج أسرار، يعني صفات معينة لابد أنها تكون تتوافر في كل أحد بيعمل في المهنة دي هو أو فعلا، في لكل طالب تحديدا؟ هي كلها أسرار، لأن أي صنعة النهاردة فيها أسرار. الصنايعي مش معنى صنايعي بقى كل صنايعي زي بعضه، كل صنايعي على قدر المهارة اللي عنده وعلى قدر الذكاء اللي عنده بيبتكر أفكار جديدة ينمي بيها نفسه وبيتعلم من نفسه كل يوم عن يوم أحسن من يوم. وفي صنايعي ما عندوش نمو، ما عندوش أفكار، ما عندوش تطور، فبيوقف محلك سر ما بيتطورش من نفسه، لكن غير اللي هو إيه بيطور نفسه كل مرة. فدي هي الأسرار الحقيقية بتاعت المهنة اللي بيستفيد منها الطالب. والدليل على كده إن في حضرتك رواكد خشبية في المدارس، في بعض الناس دي بقى موضوع مهم جدا ممكن تصلح كمشروعات بالظبط. تجارية كبيرة وتضر بالظبط بدخل كبير جدا للدولة وللشكل التعليمي بشكل عام، هل فعلا استفاد يعني فكرنا نستفيد من الرواكب دي؟ بالظبط، يعني احنا حاليا عاملين مشروع حضرتك في المدارس اعاده تصنيع الرواكد الخشبيه. الرواكد الخشبيه اللي هي التخت والمقاعد احنا ممكن نعيدها تاني نعمل منها مقاعد خشبيه برضو تستخدم في المدارس، ممكن نعمل منها بعض الطقطوقه اللي هي تستخدم في المكاتب، بعض المكتبات في المكاتب تستخدم، ممكن نعمل بها اسوار للاشجار وبوابات للاشجار. يعني في بعض الحدائق داخل المدارس مخلوطة على السور ومخلوطة على الفناء بتاع المدرسة، فأنا عشان نعمل حواجز تمنع الطلبة إن هي تعدي من الفناء المدرسة وتخش على الحدائق، ممكن أن نعمل أسوار بالبواقي الأخشاب والأخشاب اللي هي إيه ودي، ونعمل بها أسوار تحجز حواجز على الحدائق الموجودة داخل المدرسة بالرواكد الخشبية دي، بحيث إن أنا نستفيد بيها في إعادة تصنيعها. أولاً إن أنا علمت الطالب وفي نفس الوقت المدرسة استفادت. هل الطالب ممكن يقوم بصيانة أعمال خشبية داخل المدرسة؟ مظبوط فعلا بيقوم، بس لازم بمساعدة المعلم، على أساس المعلم هو اللي بيتحمل مسؤولية الصيانة، ولو في خطأ ممكن يقوم الطالب، ولو فيه أي مساعدة أو أي مجهود الطالب ما يقدرش يكمله ممكن المعلم هو اللي يقوم به، فلازم تحت إشراف المعلم طبعا في الأول وفي الآخر. في خطة موجهة من الوزارة تجاه الأنشطة الموجودة في المدرسة تفعلها، عمل معارض، أشياء جديدة ممكن تستفيد بها المدرسة بشكل عام؟ بالظبط، احنا في خطة، يعني خطة اصلا مستمرين فيها من زمان اللي هي عمل معارض منتجات المجال الصناعي، ودي موجودة المعارض دي في كل بيتم إدارة. بيع المنتجات دي؟ في بعض المنتجات بتتباع وفي الأغلبية ما بيتباعش. ليه؟ الأغلبية بيكون كنظام يعني حاجات أثرية أو حاجات تحف أو أنتيكات أو يعني دليل على العمل، ما معمولش لهدف البيع، معمول لهدف إنتاج منتج تعلم به الطالب وعرف إيه الطالب إزاي يطلع المنتج ده. أما المشروع اللي هو قادم إن شاء الله وجريم في تنفيذه اللي هو إعادة تدوير الرواكد الخشبية الموجودة في المدارس، بحيث إن احنا بدل ما هي بتتلم وبتتباع بالكيلو أو كان يعني بتهمل في بعض المدارس، احنا هنستفيد بيها إن شاء الله نعمل منها أسوار للحدائق، ونستفيد بيها نعمل منها مقاعد، ونعمل منها مكاتب برضو لبعض الأماكن في المدارس المحتاجة مكاتب بمساعدة الطلاب ومساعدة مدرس المجال الصناعي. تمام، بالنسبة للطلبة كبنين وكبنات، الطلبة الأكثر يعني مشاركة في مادة المجال الصناعي؟
والله هو في الغالب الطلاب طبعا الذكور اكتر من الاناث، تحديدا في المجال المنتجات خصوصا في الخشبية. مجال المنتجات الخشبيه. ليه؟ لان الطالب الذكر بيبص للشعب المجال الصناعي على ان هي يستفيد خبره، وبينظر لها نظره ان هو حتى لو ما اشتغلش بيها ممكن يبقى صناعي لو اشتغل، ولو ما اشتغلش يبقى عنده خبره ممكن يفهم ايه ماشي ازاي، ولو هو يعني احتاج المهنه دي في اي ظروف في حياته يستفيد. انما البنت بتنظر النظره ليها ايه؟ لكن البنت بتكون عندها صبر وعندها مهارات زي والله استخدامها لمنشار الاركات والكلام البسيط بالظبط ده احنا بنحفز، لان في فعلا بنات كتيره ممتازه جدا بتحفز شغل الاركيت وبتحفز شغل الديكورات وبتحفز شغل المناظر اللي هي ايه جذابه في النظام الفني ونظام ان هي نظام الطبع والاركيت، لانها فعلا يعني البنت عندها صبر وعندها تحمل، بس حسب ميول الطالب سواء كان بنت او ولد، حسب ميول الطالب، لان كل طالب له ميول. يعني في بنت عندها ميول للنجاره اكثر من الطالب، وفي طالب عنده ميول للفن والرسومات والحاجات دي برضه زي البنت وشويه. فكله بيتوقف على ميول الطالب ايا كان بنت او ولد. تمام. بالنسبة للمدارس بشكل عام لما بتعمل معارض بيتم عرض المنتجات الخاصة بالطلبة، هل المنتجات دي بيقيم عليها الطالب ايوه كبيضاف طبعا، للمادة دي بتضاف للمجموع، ايوه طبعا احنا ولا هي مادة نجاح ورسوب فقط؟ لا هي فعلا مادة نجاح ورسوب بس ما بتضافش للمجموع، ولكن احنا بنقدر الطالب وبنقدر المدرسة والمدرس. بنعمل اولا بنعمل معرض في الإدارة، وبنعمل معرض في المديرية. معرض الإدارة بنحفز به المدرس وبنعمل شهادات تقدير وبنكرم الطلاب وبنكرم معلم المجال الصناعي، وبرضه لما يروح برضه المديرية والمشروع بتاعه ينجح والعملية بتاعته برضه والعمل اللي هو قدمه ده ينول الإقبال، بياخد برضه إيه؟ بياخد برضه تحفيز وبياخد برضه شهادة تقدير من المديرية برضه. أستاذ أحمد، يمكن النشاط بشكل عام بيتم تفعيله في كل المدارس منذ الصغر أو منذ المرحلة الابتدائية، ولكن حابين نتكلم على النشاط كمادة مجال صناعي زي ما يمكن اتكلمنا عنها في البداية، وقلنا في إقبال من الطرفين من البنت ومن الولد، لأن المادة ممكن تكون مادة ممكن يستفيد بيها بعد كده، لكن أنا حابة أعرف بالنسبة للوزارة كتفعيل الأنشطة في اهتمام من جانب الوزارة؟ هو فعلا فيه اهتمام شديد من الأنشطة بشكل عام. جانب الوزارة في الأنشطة بشكل عام، ولكن بشكل خاص أكثر الأنشطة المجال الصناعي بيستمر مع الطالب من هو في المرحلة الابتدائية إلى الجامعي. طب في فرق ما بين المناهج في المراحل دي؟ بالضبط في فرق، يعني بتكون بالفرق تطور. يعني مثلا في المرحلة الابتدائية بيكون عبارة عن العلم بالشيء، بنعلم الطالب في المرحلة الابتدائية معرفة الأشياء ومعرفة أسماء العدد ومعرفة بدون أسماء استخدام الخامات أدوات في الفترة دي؟ بدون استخدام الأدوات، لأنه بيكون سنه صغير ما يعرفش يستخدم الأدوات. بنبدأ في المرحلة الإعدادية بنعرفه الأدوات ونبدأ نعرفه إزاي يستخدم الأدوات، ويبدأ يعمل إيه بعض الأشغال البسيطة في المرحلة الإعدادية. في المرحلة الثانوية بينفذ بالفعل عمليات بنفسه الطالب، لأن خلاص أنا بقى بعتمد عليه اعتماد كله جزئي، بينفذ عمليات زي ما هي موجودة في المنهج وبمتحنه فيها، وكل طالب لازم بيسلم لي تمرين. وفي المرحلة الثانوية طبعا الطالب لازم يسلم تمرين عامله بإيده على أساس يثبت إنه كده إيه يبقى استفيد بيها. في المرحلة في الجامعة طبعا بيكون العملية طبعا تطورت وتغيرت المناهج خالص، بيكون طالب مثلا الجامعي زي مثلا المهندس خلاص بقى يعني بقى مستواه على أعلى مستوى، فبيدرس عملية تصميمات بعد كده إنه هو يصمم الشيء وينفذه، يصممه بنفسه ويتابعه في التنفيذ بنفسه، غير إيه طالب الإعدادي. فتبقى عملية متراكمة على بعضها بحيث ان انا بعلم الطالب في المرحله يعني اللي بياخد التاسيسيه مجال صناعي في المرحله الابتدائيه بيبقى الاعدادي والثانوي استكمال ليه. استكمال ليه بالظبط على ايه على مستوى اعلى. اللي بيستفيد بيه اكتر كمان اللي هو بيدخل كليه مثلا زي كليه الهندسه او معهد هندسي، هو بيستفيد بالاساس اللي هو خده، واللي ما بيدخلش مثلا معهد هندسي او كليه هندسيه برضه عنده معلومات عن المجال الصناعي، لان كل الحياه اللي محيطه حواليه مجال صناعي سواء كانت كهرباء اخشاب سباكه لازم بتخدم يكون البيئة عنده بشكل معلومه عام. بالظبط. هل بنختار يعني مجال أو منتجات صناعية أو منتجات خشبية بتخدم البيئة في سوهاج؟ ايوه يعني أكيد البيئة في سوهاج طبقا للمدارس ليها احتياجات، هل بنختار منتجات طبقا للمجال الصناعي بتخدم منتجات يعني ما تتطلبه البيئة الخاصة بسوهاج؟
هو فعلا البيئة بتتطلب طبعا الأعمال البسيطة زي مثلا الكرسي حمام، زي شماعة. بنعمل الكلام البسيط بنعمل الحاجات دي بفعلا، اللي محتاجاه البيئة الخاصة محتاجاها البيئة بسوهاج. في سوهاج، طبعا حسب وجود البيئة اللي احنا بنتعايش معاها طبعا في كل الأحوال. يعني أستاذ أحمد أبو ضيف موجه مجال صناعي بمحافظة سوهاج، شرفتنا ونورتنا، شكرا جزيلا لك، شكرا شكرا يا ليك بقى، فندم، بارك شكرا. الله، متشكرين، شكرا. مشاهدينا وصلنا معكم لنختام حلقتنا من سر المهنة، دايما تابعونا وأسرار كتير ومهام مختلفة، شكرا لكم وإلى اللقاء.